لكن خلينا نروح بقى للشناوي وحربط ما بين الاثنين في الاخر، سعد والشناوي. وانا لما بتكلم عنهم لان الناس دي يا جماعه لازم تاخد حقها، زي ما بنقول في ناس اتصرفت تصرفات سلبيه من وجهه نظرنا، ولهم كل التقدير والاحترام. رمضان ليه الحق انه يمشي براحته، ما عندوش عقد مع الاهلي. شريف اكرامي براحته وليه وجهه نظر وليه تحترم وكل حاجه، وما نقدرش يعني ان احنا نتجاوز في اي حد لان ده مش اسلوبنا طبعا، لكن احنا بنعرض الحقيقه زي ما قلت لحضرتك. لكن هروح بقى للشناوي. الشناوي بعد كاس العالم جاله عرض بعقد كبير جدا جدا من بيراميدز اضعاف اللي بياخده في النادي الاهلي، واللاعب رفض او مش رفض، اللاعب قال القرار بتاع النادي الاهلي، انا عن نفسي كلاعب عايز ابقى موجود في النادي، انا عن نفسي كلاعب حابب ان انا ابقى موجود في النادي لان ده بيتي. في اغراءات فيه، بس النادي ده هيقدرني كده كده، ممكن يبقى فيه فرق في المبالغ بس ده النادي بتاعي، ده البيت اللي انا اتربيت فيه. فقال لك ايه ساعتها؟ قال لك لا، انا القرار بتاع النادي الاهلي، الاهلي عايزني انا موجود، الاهلي مش عايزني خلاص انا بقى اشوف انا هعمل ايه. هل ده العرض الوحيد اللي جه للشناوي؟ لا، الشناوي جاله عروض كتير جدا، عشان ابقى صريح مع حضراتكم، بعضها رسمي وبعضها عن طريق وكلاء. والوكلاء لما هتيجي تتكلم مع حارس بحجم وامكانيات محمد الشناوي هيبقوا في ايديهم عرض مؤكد، تمام؟ فالعروض كان ممكن هو يعمل ايه؟ مثلا زي بعض اللاعبين اللي حضراتكم عارفينهم اللي عملوه مثلا ضغطوا على النادي الاهلي، مثلا ممكن تمرد بشكل او باخر كلام من ده عشان اضغط على النادي وافق بقى، يعني انا عايز امشي، انا عايز اروح، ما اسيبش او ما يبقاش في اتفاق ما بيني وما بين النادي او حاجه يعني في الاطار ده. لكن في كل الاحوال لما جاله العروض تمام، الراجل ما حاولش، ما ضغطش خالص، واخرهم عرض كان من قريب جدا، وعرض باضعاف اللي بياخده محمد الشناوي. حابب يبقى موجود، منتمي للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، فقال انا اي عروض. بالعكس كمان ده هو جدد عقده مع النادي، مش بس قال انا سايب الموضوع للاهلي، لا طب انا ممكن بقى كلاعب دلوقتي انا بيجي لي عروض وانا في اعلى مستوياتي الفنيه وانا جامد قوي قوي قوي، فاول ما يجي لي عقد خلاص النادي مش عايز يمشيني، طب لا انا هستلم عقدي بتاعي يخلص وامشي بقى، انا حر بقى امشي فري. لكن لا بالعكس ده هو جدد للنادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي كافئهم ببيان. وفي الحقيقه هم مش مستنيين مكافاه، لكن اللي حضراتكم شايفينه على الصوره ده هو بيان النادي الاهلي بعد تجديد تعاقد سعد سمير ومحمد الشناوي ابناء النادي الاهلي دون مماطله. برضه عشان ابقى صريح مع حضراتكم، حق اي لعيب ان هو يتكلم، طب لا معلش خليها لي كده شويه، طب ننزل شويه نطلع شويه، ده طبيعي في التفاوض وموجود، موجود مفيش مشكله. لكن المبدا نفسه كتقدير للنادي وكان النادي كمان بيقدر اللاعبين دول، فعندهم حسن النيه للاستمرار مع النادي الاهلي رغم العروض والمواقف السانحه بالنسبه لهم ان هم يمشوا سواء سعد او الشناوي. لكن النادي كافئهم ببيان واتكلم عن تجديد تعاقد الشناوي 5 سنوات وسعد سمير 3 سنوات. يعني مثلا سعد عنده 31 سنه، ان انت تجدد له 3 سنين يبقى انت الراجل ده انت متمسك بيه، لو يعني ان شاء الله باذن الله يقعد اكتر من 34 سنه 35 يبقى موجود باذن الله تعالى، ولاعب بقدرات جيده وبشخصيه ممتازه، يبقى واضح ان النادي متمسك بالجانب ده يعني. فبالتالي اللاعب موجود والشناوي كمان موجود، وكافئهم النادي ببيان مميز، واتكلم فيه في بعض الامور. قال لك سعد سمير والشناوي لم يستغرقوا وقت، وكانت هناك استجابه سريعه وتقدير منهم للنادي لرغبه النادي في استمرارهم. سعد ضرب المثل والقدوه في الاخلاص للنادي، انه لم يكن مقيدا في قائمه الفريق، ده البيان الرسمي بتاع النادي الاهلي لظروف الاصابه اللي لحقت به، ولكن كان موقفه ايجابي للغايه ولم يلوح باي شيء سلبي رغم احقيته، ومحدش يقدر يلوم. نفس الحال بالنسبه للشناوي، ان ما كانش فيه شروط ولا حاجه، كان في بعض الطلبات الطبيعيه جدا، والنادي الاهلي بيقدر الحاجات دي وبيقدر ابنائه بشكل كويس، علشان كده المظهر خرج بالصوره اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، الصوره اللي احنا تعودنا عليها داخل النادي الاهلي. في البعض بياخد طريق ممكن يكون بالنسبه للجمهور ده اللي ليه حق على اللعيبه دي، اللي ليه حق على اللعيبه دي مش مناسب، والبعض بياخد الطريق الايجابي عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر كمان النادي الاهلي.